قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجه يتجه الحجاج الى عرفه لاداء ركن الحج الاعظم في يوم من الايام العظيمه المشهوده كما قال تعالى. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والمراد باليوم المشهود يوم عرفه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل هذا اليوم على سائر الايام انه اليوم الذي اخذ الله فيه الميثاق على بني ادم واليوم الذي اكمل الله فيه الدين واتم فيه النعمه على النبي صلى الله عليه وسلم وامته وهو يوم مغفره الذنوب والعتق من النيران وهو يوم عيد لاهل الموقف بعرفه شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج وقال صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده وعلى عرفه يقف الحجيج ذاكرين الله تعالى متوجهين اليه بالدعاء خاشعين متضرعين حتى غروب الشمس يباهي الله بهم ملائكته عشيه ذلك اليوم فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدكم اني قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير